لازم لقاء اول شيء ما دام مو موكيل جراح والله هو تعرف انت اهل الموصل اكثر شيء يحبون السحور الخفيف، اللبن، الجيمر، القشوه، الجبن، هذا اكثر شيء الناس يحبه، لان ثقيل ما هنا ما يطيقك كبه وينام ولا يطيقك الدولمه وينام، هاي اخفف شيء هي هاي اكلات. اجبان، هاي المعلبات، والله الطلب على اللبن اكثر شيء. نعم لبن الغنم اسمه وسمه يعني. وهذا ما يجي السنه كلتها، كله يجي شهرين ثلاثه ويقطع هذا هو. والله موجود عندنا لبن البقر ولبن الغنم الاصلي ولبن الجمس. والله اسعارهم زينه مناسبه. يعني لبن الغنم لل 4000 الدرجه اولى. وما البقر ب 2000 دينار. وما الجمس حسب الوزن يعني. او كاسه ب 1500 ب 2000 ونص حسب الوزن. حركه قويه حيل، القشوه القيمر حيل قويه اليوم. هي هسه هاي بعد اسبوع لبن الغنم فول، بعدين يدش عاد السوق. هسه عين اقبالهم على مود اللحوم وما لحوم وهاي الغيسي والترتيبات الافطار. هسه اسبوع يظل القمر والقشوه واللبن معلق، بعدين اسبوع يثقل وبعد العيد قبل العيد بكم يوم يعلق عاد اللبن. 2.5 انا جاي اسلم الجمله. اليوم تحضيرات على رمضان، باشر رمضان ان شاء الله. والناس تسوى قمر ولبن وقشوه وهل قسم الله ان شاء الله. فيستعدون على اول يوم من رمضان ومثل ما يقول الناس تفضل الشغلات الخفيفة بالسحور مثل الجيمر والقشوة اللبن الأجبان. نعم وباب جديد يعني بالنسبة لهذا الشيء مشهورة بالألبان والجيمر والأجبان. نوع مرة رز ولبن ومرة قشوة ومرة لبن غنم ومرة لبن بقر ومرة أخف بعد. يعني المهم يعني نسحر بالأشياء اللي ما تعطشنا. كل التحضيرات موجودة. يعني الغلاء أكو غلاء، يعني الغلاء ما سببه أهل المحلات حتى مو دفاعا عنهم، ولكن السبب هو الغلاء اللي يجي من التاجر مال الحليب مثلا. يعني أكثر شيء طبعا الحليب، هو الحليب منتج هو تصدر من عنده منتجات الألبان. فأني من هذا المنبر أناشد أصحاب المواشي اللي يشتغلون بشغلة منتجات الألبان، وأناشد الزراعة لتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة وخاصة في هذه الظروف. يعني لأنه حسب ما يدعون أهل الثروة الحيوانية يقولون الأعلاف هي بأسعار عالية وخيالية جدا مما يجعلهم يقومون بالغلاء. والله نحن جماس على الثروة الحيوانية، على الزراعة ماكو لا حصاد لا أبد، العلف غالي، الخبز غالي، كل العلف غالي، تبن غالي، ايش تقدر لقاح ماكو، علاج ماكو، هم يا بالنار حمر هسه تروح العلاج غالي كفر وجرام. اي والله نحن نطالب بس بالعلاجات والاعلاف هم بش تنزلوها.